ظهور الحشرات بشكل غريب جدا بيدل على وجود مشكله في البيت. الحشرات المشهوره جدا اللي بتظهر معانا النمل بكثره، الصراصير الصغيره باحجام صغيره بعدد كبير جدا، الدود بالوان مختلفه، النمل برضو زي ما قلنا، بس النمل بيكون بعدد كبير مبالغ فيه على حلقان الابواب والمنازل، وبيكون في حاجه غريبه جدا، في نوع من انواع النمل بيكون بجناحات، منتشر بطريقه غريبه جدا. نعرف ان في مشكله موجوده في البيت.